فحينئذ الاسلام قول وعمل ماشي كلمة مجرد هذا هو كيف هذا القران احنا الله سبحانه وتعالى قال ما فرق الاسلام من شيء جامع ما يحتاج اليه الانسان في الدين الاخره انزل الله على سيدنا محمد رضي الله عنه سبينا ونخرج من الاحسان في الصلاه والسلام بلسانه وفي عمله صلى الله عليه وسلم ولا يزرع الا هذيك المؤمن يتبع الرسول والحاج اللي ما قصر بيشرح له وما جعلت في الدين من حراش من ضيقين المؤمن سيدنا محمد سيدنا محمد ما عنده حتى اراده والو ليش سيدنا محمد؟ الا ربي كريم وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان تبعوا الا ما يحيي ما كانش لعب كي يسال سيدنا محمد صادق الى شكون صلى الله عليه وسلم النبي الكريم لذلك ما ياتينا عائشه رضي الله لما سال عن خلق رسول الله قال لهم كان خلق القران وفي روايه ان تقرا القران قال لهم قرا القران وسبعين هم ما جاؤوا ان كان خلق القران من اراد ان يعرف محمد صلى الله عليه وسلم فليحبر القران تحبيرا الله الله كذا قال سمو ياتينا عائشه الصديقيه يحب يعرف محمد يحب يدخل يحب يدبر فيه كفاه شيء كبير وكفانا ثناء الله على عبده سيدنا محمد ولم يثني الله تعالى على احاديث مثل ما اثنى على رسول الله وانك لعلى خلق وانك يا محمد صلى الله عليه وسلم ذاك اللي مش كاري متعرف كما لم تستطيع القسام قد التحقيق هذا في العظيم لم يقول هذه الرب الكريم لا لادم ولا لنوح ولا سيدنا محمد الحبيب الى الرسول الكريم العظيم المتخلف بخلق الله هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكما يقول في سيدنا محمد اقسام الله تبارك بعصره على مشهور على مشروع اهل التحقيق من العلماء قال العصر هو يعني الزمن متق زمن وهو قطعه من زمن ومنهم قال عن قطعه من زمن وخص بها الرسول الكريم وهذا قول المحققين مشروعية المشهور اغلب عند غيرهم والزمن على حدته ولكن عند المحققين هو زمان الرسول صلى الله عليه وسلم مش البوصي الى هذا بقوله ستتباهى بك العصور وتسمو بوصي رحمه الله علاش؟ لان عصا الرسول افضل من عصا ادم يلحق فيها ربي ادم افضل منه على 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 الاطلاق والزمان قطع تم في هذا الشيء واخبار الله سبحانه وتعالى انه سيبعث هذا النبي المنتظر محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وامام المرسلين ولم يبعث بعده احدا ابدا وخاتم النبي وختم النبي ابدا من صدق به فقد صدق ومن كذب به ولا يقبل الله الا من صدق برسول الله صلى الله عليه وسلم البعوصر لقرب هذه زمان الرسول تباها قال في ظنك فوت هذا الشر يقول لك يملك انا يقبل رسول الله متى صح تتباها سلام حلاوه الشميتة حتى جاء وقت الرسول أقسم الله بعصره لعظمته لما جعله في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تفرق في جميع الأنبياء المرسلين اجتمع في سيدنا محمد المصطفى الرسالة الخليدة ما فرط في كتاب من شيء كل ما تفرق في الأنبياء والرسل اجتمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم قل واحد وختم الله تعالى به الرسالة وختم به الكلام منزل لم يبقى دين نتديه بغير سيدنا محمد أبدا اقسام صلى الله سبحانه وتعالى بالعصر الله جائز في حقنا يقسم بما شاء ما شاء وذلك كما قال والعصر ان الانسان لفي خسر جنس الانسان في خسران مبين الا استثنى منهم الا من انا بالله وملائكته ورسوله من الاخر قررنا لكم ان الايمان يعني هي لا تزعج عند علماء الكلام ولكن في الاصطلاح في الشرع هي النيه والقول عام وفاعل إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات مثل آمنوا آمنوا وقت عطلة لا لا آمنوا يختار القرآن الكريم ويفعل الصالحات التي أباح الله لنا من فرض ومسح وعمل الصالحات هؤلاء الناس الذين آمنوا بالله في العصر وعملوا الصالحات التي شرعها القرآن وكان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذو ناجين من خصان مبين وفي هذه الآية وفي غيرها بشارة أقسم الله كذلك في القرآن الكريم بقوله والتين والزيتون وطور سينين وهل البلد الأمين وكذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن سكون
هالشرف اللي شرفك يا محمد على ربك يا ربك يصحك صحة روحك اتيني وزيتوني واعطوني شيء ناء اللي خطب الله عليه بقعة مباركة وهذا البلد الأمين وهذه الكعبة الشريفة اللي هي محل نظر الله سبحانه وتعالى معنى محل نظر الله اجعل الله سبحانه وتعالى يعني محل نظر الله هذه الكعبة الشريفة وهي في وسط الجنة وهي زبدة الماء ما كان عاشوا على الماء تعلق عين والله بأن يعبد نعبد إله نسوي جهه إله نسمع غافلة بزهر جوع نظر الله سبحانه وتعالى أي كعبة وما إلى كثير إن أول بيتي وجاء الطوفة وجاء كذا وعاوز عاوز استقرت هذيك الشكاشة اللي كان عاشوا على الماء هذيك هذيك هي نسخ وبقات البنية كالطفلة ونشوف تخرج الله منها كذا إلا حتى جعلها تقول لا يقبل الله صلاة أحد إلا توجه إليها علاش؟ إيش رأيك؟ صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة في المسجد 100,000 شكون شرفها؟ الله أقسم بها والتيني والزيتون والطريسي وهذا البلد أمين أشغل كذلك الناس اللي خلق قسم قد التخيق خلقنا الإنسان في أحسن تقويم شيء تفضيل خلق الإنسان لم يخلق الله خلقك آدم ردوا بكم لم يخلق الله خلقا كآدم عيسى صوره في أحسن تصوير وركبه في أحسن تركيب وخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وجاء خليفة إن شاء الله خليفة.